في لبنان 11 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 630 إصابة، ولكن المهم في هذا الإطار أن لا إصابات بين اللبنانيين المنتشرين الذين عادوا أمس على متن رحلات، ولا سيما الرحلة الأهم هي كانت من روما. هذه الرحلة لم تسجل أي إصابة على متنها، إضافة إلى الرحلات الأخرى من الكويت ودبي وأيضا من دولة أفريقية. هذا الأمر يعني أن لبنان سوف يستمر بالرحلات الإضافية. يوم غد الاثنين هناك أيضا رحلة مهمة من باريس سوف تصل إلى لبنان وعلى متنها لبنانيين منتشرون، إضافة إلى رحلة أخرى من جدة ومن دولة أفريقية. طيب في كلودي، أي هذا حال هذا المسار، مسار الرحلات. يعني هذا بالنسبة إلى تفضل. الطائرات القادمة. بالأمس تم حظر أو حجر مدينة بشري، هل من معلومات لديك حول التحليلات ونتائج الفحوصات لأهالي هذه المدينة؟ العزل لا يزال مستمرا ولا يزال أخذ الفحوصات مستمرا، وذلك لتحديد إذا ما كان الفيروس هو ينتشر بشكل كبير وواسع جدا في هذه المدينة. الفحوصات لم تظهر حالة وبائية كبيرة، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي من مستشفى بشري الحكومي ومن بلدية بشري، علما أن هذه الفحوصات سوف تستمر اليوم وأيضا غدا مع عدد كبير، مع مئات الأشخاص الذين يقطنون مدينة بشري. العين أيضا على محافظة عكار لمعرفة إذا ما كانت هناك إصابات نائمة في هذه المحافظة، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات في الأيام القليلة الفائتة، أيضا لمعرفة إذا ما كان هناك نعم حالة كلودي، وبائية في هذه المنطقة. في أي حال هذا البحث عن الإصابات سوف يستمر من قبل وزارة الصحة، ولن يتم الاكتفاء بمن يأتون لإجراء فحوصاتهم، إنما فرق وزارة الصحة بدأت تنتشر في هذه المناطق لتحديد الحالة الوبائية بشكل علمي ممكن.